أفضل 6 تطبيقات للأندرويد، تطبيقات احترافية جدا لازم تجربها. تابع معي الفيديو للنهاية لأني راح أقدم لك مجموعة من أفضل التطبيقات الاحترافية والقوية جدا. أول تطبيق وهو تطبيق أبلوك، تطبيق لغلق التطبيقات برمز أو بكلمة سر بطريقة سهلة جدا. أول ما تدخل للتطبيق تعطيه رمز أو كلمة سر، ومن ثم تقوم بتكرارها مرة أخرى، ومن ثم سوف يفتح معك هذه الواجهة البسيطة. تقوم بتحديد التطبيقات التي تريد غلقها بالشكل أو بالرسم وبكلمة السر التي تريد أنت بطريقة سهلة جدا كمشاهد، من ثم تضيفها، ثم تقوم بإعطاء التطبيق الصلاحية بالطريقة التي تشاهدونها أمامكم، ومن ثم تعطيه كامل الصلاحيات لهذا التطبيق، ومن ثم تقوم بالعودة وتضغط على الخيار من هنا. وكما تشاهد بإمكانك أيضا إضافة صور وملفات وفيديوهات، بإمكانك تغيير الثيمات الخاصة بالرسم أو بالشكل الذي يظهر عندما تفتح تطبيق. وبطريقة سهلة جدا سوف تحصل على غلق للتطبيقات بطريقة احترافية جدا. هناك مجموعة من الخلفيات باختلافها، هناك مجموعة من الأشكال التي يمكنك التحكم فيها بطريقة سهلة واحترافية جدا. التطبيق رهيب جدا، رح نجربه مثلا على أي تطبيق. تدخل إلى مجموعة التطبيقات لديك هنا، ومن ثم تقوم بغلقها إن أردت. يمكنك إخفاء مجموعة من التطبيقات يعني كما تريد أن تضع رقم التطبيق أو كم مرة تضغط، ومن ثم تضيف التطبيقات بطريقة سهلة جدا. مثلا نفتح هذا التطبيق، كما تشاهدون مباشرة راح يطلب مني أني أضيف الرمز الخاص بالتطبيق الذي غلقنا به، وهو تطبيق أبلوك الذي غلقنا به هذه التطبيقات. رابط هذا التطبيق في وصف الفيديو. التطبيق الثاني حقيقة أكثر تطبيق أعجبني في سلسلة تطبيقات اليوم، فعليا تطبيق أسطوري جدا. أول ما تفتح التطبيق تضغط على هذا الخيار، تعطيه الصلاحية تطبيق اسمه موني لوك سكرين. طبعا التطبيق يضيف لك على واجهة الهاتف لوك سكرين على شكل عملات رقمية أو عملات ورقية خاصة بأي بلد. تشاهد أول ما تفتحها يظهر لك كل البلدان، أي عملة تريدها تضغط عليها، من ثم لديك $100 كما تشاهد مثلا مفتوحة، لديك بعض الخيارات المدفوعة كما تشاهد. أول ما تضغط عليه كما تشاهد وتفعل الخيار، يمكنك كما تشاهد يعني فتح هاتفك بطريقة احترافية جدا. أول ما تسحب للأعلى سوف يقوم وكأنك تسحب ورقة نقدية، ولكن أن تفتح اللوك سكرين أو تفتح شاشة هاتفك بطريقة احترافية جدا. هناك مجموعة كبيرة جدا من العمولات لكل البلدان، رابط هذا التطبيق مع بقية التطبيقات في وصف الفيديو. التطبيق الثالث تطبيق فيسهاب، تطبيق لتركيب الوجه على الفيديوهات بطريقة احترافية جدا. أول ما تفتح التطبيق تقوم بالضغط على خيار تخطي، من ثم تضغط على خيار X، من ثم توافق على الشروط، تضغط على تخطي مرة أخرى، ومن ثم سوف يفتح معك مجموعة من الفيديوهات الكثيرة جدا. لديك مجموعة مدفوعة من الفيديوهات ومجموعة مجانية، بإمكانك اختيار أي فيديو. هناك أيضا تقسيمات، أول ما تفتح أي فيديو يمكنك التمرير بين الفيديوهات على الشكل الذي يظهر أمامكم وكأنك تقلب في ريلز أو في تيك توك بطريقة سهلة جدا. أول ما تضغط على علامة الزائد من هنا يمكنك إضافة أي صورة لإضافة ملامح الوجه الخاصة بها على الفيديو بطريقة سهلة جدا. تضيف أي صورة، تضغط على خيار أوكي، وتقوم بعمل خيار هذا الخيار الأزرق، ثم تنتظر حتى يقوم بعملية تحميل، وفعليا راح يعطيك نتائج احترافية جدا، لأن التطبيق يعطيك أيضا فيديوهات بجودة عالية جدا. أيضا يقوم بمعالجة الصور وأخذ التفاصيل منها بشكل احترافي جدا. يمكنك عمل عدد لا نهائي من الفيديوهات، وهناك النسخة المجانية من التطبيق والمحدودة، والنسخة المدفوعة طبعا من التطبيق، والتي سأحاول أن أتركها لكم في وصف الفيديو. سوف تشتغل معك بطريقة احترافية جدا. أيضا هناك ميزة أنك تضيف أي صورة وهو يحولها لك إلى قوالب كما تشاهد أمامكم بطريقة احترافية جدا، يغير لك في ستايل خاص بها ويضيف عليها لمسة من لمسات الذكاء الاصطناعي بطريقة احترافية جدا. التطبيق مليان مميزات، أنصحك بتجربة هذا التطبيق، ولكن هو خصيصا تطبيق لتركيب الوجه على الفيديوهات الموجودة فيه والتي تتواجد طبعا بكامل اختلافاتها يعني وتقسيماتها. رابط التطبيق في وصف الفيديو.
التطبيق التالي تطبيق كاميرا، كاميرا احترافية جدا فيها مجموعة من المميزات. هذا التطبيق هو تطبيق برو اس اس دي كاميرا. كما تشاهد اول ما تفتحه يفتح معك اولا على الواجهة وتحس بانها واجهة كاميرا احترافية وليس فقط تطبيق للهاتف. كما تشاهد عندك مجموعة كبيرة من الاعدادات، هناك الاعدادات تتحكم في الايزو او في الاضاءة، تتحكم في الاتش دي ار او وضعية التصوير، تتحكم في الاضاءة، تتحكم في نوعية الاضاءة المستعملة التي ستصور بها، الوضع سواء كان ليلي او وضع عادي. هناك مجموعة ايضا كبيرة من المميزات بامكانك تحديد في كل شيء تقريبا في الصورة، بامكانك تعديلها مباشرة كأنك تستعمل كاميرا احترافية. التطبيق يحتوي كما تشاهدون أمامكم على مجموعة كبيرة جدا من الخيارات، منها كما قلنا الإضاءة وغيرها، يمكنك القلب بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية. هناك مجموعة من المميزات داخل هذا التطبيق، وأول ما تضغط على هذا الخيار من هنا يقوم بالتقاط صور. هناك نوعيات كثيرة من الكاميرا أو الواجهة الخاصة بها يمكنك إضافتها بطريقة سهلة جدا. هناك واجهات مجانية وهناك واجهات مدفوعة، ولكن التطبيق فعليا يوفر لك ايضا جوده احترافيه جدا. ايضا هناك مجموعه من الاعدادات، حاول ان ترفع هذه الاعدادات الى اعلى جوده ممكنه، مثلا جوده الصور تخليها اكثر شيء، جوده الفيديوهات ايضا اكثر شيء. هناك مجموعه من الاعدادات حاول ان يعني تدخل فيها اكثر وتنظر ما الذي يتماشى معك. رابط التطبيق وبقيه التطبيقات في وصف الفيديو. آخر تطبيق معنا وهو تطبيق دايلي أسيسمنت، تطبيق لتتبع العادات. ونعرف بأن أسرار نجاح الكثير من الناس وتفوقهم هو تتبعهم للعادات. عندك مجموعة من العادات التي يمكنك تتبعها، ويمكنك إضافة مجموعة من العادات بطريقة احترافية جدا. تشاهدون أمامكم صديقي هذا التطبيق فعليا للناس التي تفهم في العادات أكثر من منها، يعني الناس التي تريد تحقيق شيئا ما، مثلا نجاح في حياتها، تريد النجاح في الدراسة وما إلى ذلك. هناك مجموعة من الخيارات، يمكنك أيضا ضبط بعض المقاسات وتحولها يعني وتشكل التطبيق على الشكل الذي يعجبك. مشاهد أمامكم يمكنك إضافة أي شيء، يمكنك إضافة أيضا عادات بنفسك تريد تتبعها كالصلاة وكالأذكار وغيرها، تريد إضافة خيارات الرياضة وما إلى ذلك. هناك مجموعة كبيرة من الخيارات داخل التطبيق كما تشاهد أيضا. ودايلي أسيسمنت وهو يوم مسلم كما نقول، يمكنك تتبع عاداتك سواء أذكار سواء ما إلى ذلك. رابط هذا التطبيق في وصف الفيديو مع بقية التطبيقات. ننهي هذه الحلقة مع تطبيق ووركرافت، تطبيق خلفية احترافي جدا للأندرويد 4K بجودة عالية، خلفية رهيبة جدا، لازم تجربها حالا على هاتفك. كما تشاهد هي تطبيقات معظمها مدفوع، وعليك جمع مجموعة من العمولات حتى تتحصل عليها من خلال سواء مشاهدة الفيديو أو شراء هذه العمولات. ولكن فعليا كما تشاهد أمامك لديك مجموعة من الخلفيات الرهيبة جدا تضيفها على شاشة هاتفك، ستغير شكل شاشة هاتفك إلى أشكال احترافية جدا. هناك منها الخاص بالآيفون يمكنك إضافته على هاتفك الأندرويد بسهولة، يمكنك مجموعة من الأشكال والألوان والستايلات يمكنك التغيير فيها باحترافية جدا. كما تشاهد لديك أيضا مجموعة من الأقسام، هناك أحيانا يظهر لك إعلان طبعا، وهناك مجموعة من الأقسام أيضا، هناك أقسام تكون يعني على شكل ستايل، مثلا ستايل تفتح به الشاشة الخارجية للهاتف، وطبعا الخلفية العادية التي تظهر خلف التطبيقات، هناك شاشة القفل والخلفية العادية للتطبيقات. هناك مجموعة كبيرة جدا من الخلفيات والتقسيمات، أيضا يمكنك إضافة خلفيات خاصة بك بحيث تظهر متتالية، مثلا تفتح المرة الأولى يظهر الخلفية، المرة الثانية خلفية أخرى وما إلى ذلك، ومجموعة كبيرة من المميزات داخل هذا التطبيق. شكرا لك لأنك وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو، اضغط على اللايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس للتوصل بأحدث وأفضل الفيديوهات الخاصة بالتطبيقات لهواتف الأندرويد. شكرا لك، تابع هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.